هؤلاء الناس قلة قليلة، كانوا وسيكونون دائما، يعيشون في مختلف القارات ويعبدون آلهة مختلفة، يمتلكون قوة خارقة لا تفسير لها. أحاديثهم نبوءات، وأعمالهم تخالف قوانين الفيزياء أحياناً. سنتحدث في برنامجنا هذا عن هؤلاء الغامضين المختارين من السماء، الخارقين. هذه هي رومانيا، منطقة كرباتا، وهذه قلعة بران المعروفة في جميع أنحاء العالم باسم قلعة الكوندراكولا. يخيم ظل هذه القلعة القاتم والمشؤوم على المنطقة بأكملها. نحن الآن في مقاطعة ترانسلفانيا. أهلا وسهلا بكم في بران، تفضلوا إلى القلعة. تتدخل قاعات وممرات القلعة فيما بينها كمتاهات غامضة، وفي الباحة الداخلية بئر يؤدي حسب الأساطير إلى حجرة تحت الأرض. وبفضل هذه المداخل من السهل الدخول إلى القلعة والخروج منها من دون أن يلمحك أحد. بنيت القلعة قبل 630 عاماً، والرابط بين هذه القلعة وأمير ولاكيا الكوندراكولا فلاد الثالث هو أنه أسر فيها ذات مرة من قبل الملك المجري ماتياس كورفينوس. يقال أيضاً إن هناك غرفة سجن فيها لمدة 3 أسابيع، ولكل مرشد سياحي غرفته في ذهنه، يشير إليها على أنها غرفة دراكولا، ولا أحد يعلم الغرفة التي سجن فيها حقاً. تشتهر مقاطعة ترانسلفانيا بأنها ما زالت تحتفظ بمخلفات الماضي. يؤمنون هنا بالساحرة والسحر الأسود. ما يحدث في هذه البلاد لا يستوعبه العقل ولا المنطق. تدعي الساحرات هنا بأنهن من نسل الكونت مصاص الدماء، كما أن هذه المقارنة بين الساحرات ومصاصي الدماء لم تكن صدفة، فكلمة ستريغوي باللغة الرومانية تعني مصاص الدماء، مأخوذة من الكلمة اليونانية القديمة ستريكس، أي البومة الناعقة. اعتبر هذا الطائر الليلي ساحراً وشيطاناً، وتقول الأسطورة الغجرية إن أستريغويات الحية ساحرات تحولن إلى مصاصات دماء بعد موتهن، إذ تطير أرواحهن ليلاً إلى مجمع السحرة ليشربن دماء الناس أو الحيوانات المنزلية. لم تتمكن منجزات الحضارة العصرية من إقناع السكان المحليين بعكس ذلك. اعتاد ابن وابنة آن زخاريا على أن والدتهم تتنزه برفقتهم أثناء ضوء النهار الساطع فقط، وفي الأوقات الأخرى ومنذ 4 أعوام لم تخرج آن من بيتها. وحين يحل المساء تبدأ الفتاة بمشاهدة عالم آخر في ظلاله، عالم أرواح الموتى الذي يشدها إليه. ما يحدث للإنسان في حياته يعتبر في رومانيا من أفعال الساحرات، كالأذى وعين الحسد واللعنة. تحاول آن معرفة لمن أساءت، ومن الذي سلط عليها كل هذه الفظائع. هذا الخوف داخل جسدي في مكان ما ويعشعش فيه، يتملكني الخوف أحيانا في الليل أثناء ذهابي للحمام في المنزل. أرعب عالم الأرواح آن وأفسد عليها حياتها،
اقتنعت الفتاة قبل شهر بأنها لن تتمكن بمفردها من التغلب على الخوف، وهي على ثقة تامة بأن إنقاذها بيد ساحرة حقيقية فقط، ولا يمكن إلا للساحرة رفع هذه اللعنة عنها، فقررت اللجوء إلى أشهر ساحرة في هذه المقاطعة، وهي براتساريا بوزي. كنت أعاني لدرجة لم يكن بمقدوري ترك السرير، كنت أخاف من كل شيء. حينئذ اتصلت ببراتساريا وقد استمعت بانتباه لما قلته لها ودعتني لزيارتها. اليوم هو موعد الجلسة الثالثة لأن وعدتها الساحرة بعد انتهائها بأنها ستتحرر من الخوف أخيراً. تستقل آن التاكسي وتذهب إلى الساحرة، إنها تحلم بأن تعود إلى سابق عهدها، فتاة مرحة. أكثر ما أتمناه في حياتي هو أن لا أخاف من حلول الظلام، وأن أتجول مساء مع أطفالي ولا أرتعش خوفا في بيتي ليلا. تؤدي مدام براتساريا طقسا يسمى تعنيف الزوج. زارتها قبل قليل إحداهن وطلبت إعادة زوجها الخائن إلى بيته. يتطلب هذا الطقس 3 دمى قماشية، ويقصد بهذه الدمى الزوج والزوجة ومنافستها. تغرز الساحرة الإبرة في الدمية التي تمثل الزوج الضال وعشيقته من دون شفقة. ورغم أن براتساريا قادرة على فعل أي شيء بأي إنسان، إلا أنها لا تتسبب بأمراض مستعصية أو بالموت حتى وإن طلب الزبون ذلك بإلحاح. إذا أردت الضرر لأحد ما، تتناول الإبرة وتغرزها بمكان القلب، لكنني لم أغرزها في قلب هذه الدمية، وإنما في الرأس واليدين والقدمين كي يفقد صوابه، وكي يرتعش ويكتوي جسمه ويصاب بالحمى، كي نوقظ فيه حب هذه المرأة زوجته التي ترغب في أن يعود إليها. أضف إلى ذلك أنني لم أغرز أبداً هذه الإبرة في صورة المرأة، لأن ذلك المكان خطير جداً. ربطت براتساريا في نهاية الطقس الزوجين وجهاً لوجه، أما عشيقة الزوج فربطتها خلف ظهر الزوجة عمداً لكي لا يراها الزوج، وتبقى الدمى مربوطة ليلة كاملة. كما أن الساحرة ستكرر هذا الطقس مرتين إضافيتين إلى أن يعود الزوج نهائيا إلى عائلته. وسيشعر الزوج في البداية بارتعاش، ومن ثم بعداء من جانب العشيقة، وبعد مضي 6 أسابيع تقريباً سيرغب بشدة في العودة إلى حضن العائلة، وتمنح براتساريا ضمانة مدى الحياة على سحرها هذا. سأقدم المساعدة لكل من يرغب فيها، وسأبذل جهدي لكي تتزوج أو يتزوج من يلجأ إلي خلال 6 أسابيع. لا يهمني من يطلب مني هذا الطلب، تكفيني رغبته وسأساعده. ورثت براتساريا هذه الموهبة عن جدتيها. كانت تعمل إحداهن بالسحر الأبيض وتتوجه إلى القديسين في صلواتها، أما الثانية فكانت تعمل بالسحر الأسود وتتحدث إلى القوة الشريرة. نظراً لكون إحدى جداتي كانت تلجأ إلى القوى الشريرة والأخرى إلى الخيرة، لدي القدرة على القيام بطقوس السحر الأسود والأبيض معاً، وبشكل أدق لا يمكن لأي ساحرة حقيقية تأكيد بأنها تمارس السحر الأسود فقط أو الأبيض فقط، لأن الساحرة الحقيقية بإمكانها فعل أي شيء. أما من جهتي فأنا شخصياً أحارب قوى الشر والأرواح الخبيثة. خاضت براتساريا حربها الأولى مع الشياطين، وعندما كانت في سن المراهقة في بداية تعلمها السحر، توجهت براتساريا في وقت متأخر من المساء لزيارة جدتها عشية عيد الميلاد. لم تكن المسافة قصيرة، إذ كانت تبلغ 6 كيلومترات من طريق مغطى بالثلج. وما أن ابتعدت قليلاً عن القرية حتى فاجأها عفريت على الطريق،
كان العفريت يغير هيئته محاولا إخافة الطفلة، تارة على شكل قطة وتارة بهيئة كلب أو حصان. وفي كل مرة كان يغير فيها هيئته كنت أطرده بعصايا التي أحملها بيدي اليسرى، ولكن ذلك الكائن كان يغير هيئته من جديد. كنت أتلفظ بتعويذ وبكلمات خاصة تساعد على طرد الأرواح الشريرة. وصلت إلى بيت جدتي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وحين رأتني الجدة قالت فوراً أنفك ينزف دماً، وأضافت في اللحظة ذاتها أنت فتاة قوية جداً وقد ساعدتك قوتك في الوصول إلى بيتي، لقد وهبتك الأرواح قدرات سحرية. لم تكن براتساريا تفهم حينها بأنها اجتازت أول اختبار صعب في حياتها، ولكن منذ ذلك الوقت وهي تسمع دائماً الأرواح. هذه الأرواح بالذات تساعدها وتهمس في أذنها وتملي عليها أسباب مجيء الشخص إليها وكيفية مساعدته. حين أفرش الأوراق تحدثني الأرواح القابعة بداخلي بكل شيء، ولكنها تحدثني ليس بالكلمات وليس كما يتحدث الأشخاص، وإنما تلقنني المعلومات من خلال الأحاسيس ومن خلال الأفكار. يمكن اعتبار رومانيا صاحبة الرقم القياسي بعدد الساحرات بين الدول الأوروبية. لا تكف الصحف المحلية عن نشر إعلانات عن البصارات والساحرات والمعالجات، وجميعهن يعملن أباً عن جد في هذا المجال. الصحفي ماريان دياكونو يشرح السحر الروماني للنور الذين هاجروا إلى هذا البلد. ظهرت الساحرات والعرافات في رومانيا منذ عصر دراكولا فلاد سيبيش دراكولا، تلك الشخصية التاريخية. دراكولا ليس شخصية خيالية وإنما هو أمير ولاكيا، عاش في القرن 15 أي في مرحلة قدوم الغجر إلى البلقان من دول آسيا الصغرى. مارس هؤلاء الغجر السحر والطقوس الغامضة، واستطاعوا الوصول إلى إمارة ولاكيا والتقرب من أسرة فلاد سيبيش دراكولا. استعان فلاد سيبيش بنفسه بالسحرة قبل المعارك، وحذا حذوه البقية، ولذلك اعتادوا في رومانيا منذ العصور القديمة في لحظات اليأس اللجوء إلى قوة السحر. البعض منهم فعل ذلك مرة واحدة في حياته، والبعض الآخر يلجأ إلى الساحرة ذاتها باستمرار. وبفضل إشاعات القيل والقال وبفضل الإنترنت في وقتنا الراهن، تنتشر الشائعات عن الساحرات بسرعة. هناك الكثير مثلي في رومانيا من الرومانيات وكذلك من الغجر البسطاء التي يمتلكن هذه القدرات، بمقدورهن معالجة الأشخاص أو إلحاق ضرر ما بهم كالتسبب في نفاق حصان مثلاً أو أن يتعرض الشخص لمصيبة. لقد ترك رب ثلاث قوى على الأرض، وهي قوة الطبيب وكاهن الكنيسة وساحرة. عندما يتعرض الإنسان لمشكلة فإنه يتوجه إلى الطبيب أو الكاهن، وحين لا يلقى المساعدة يتوجه بمصيبته إلي. وقد يحدث العكس، حين يأتي إلي شخص أنظر إليه وأنصحه بزيارة الطبيب أو الكاهن. يخيل إلى الكثيرين من الأجانب في رومانيا بأن الأيام عادت بهم إلى القرون الوسطى المظلمة. يكتنف السحر الأسود والأبيض كل أرجاء البلاد. يسحر الجيران بعضهم البعض، وكل ذلك في قلب أوروبا في القرن الحادي والعشرين. روماني واحد من أصل اثنين لجأ ولو مرة واحدة في حياته إلى الساحرات. إن أصابك سحر أحد ما فمن الصعب على الطبيب معالجتك، الساحرة وحدها قادرة على ذلك. لا أطلب أبداً المساعدة من الساحرة التي سحرت زبونتي، لدي قواي لحل هذه المسائل. عدا هذا، إذا علمت الساحرة بأني فعلت ذلك فقد يحدث خلاف بيننا، وأنا لا أوجه السحر لتلك الساحرة بل أحول العنات إلى النهر. قدم إلي في إحدى المرات بورتشا، اللاعب المعروف في المنتخب الروماني لكرة القدم، مع زوجته. وجدت داخل جسمه كمية كبيرة جدا من الزئبق. يبدو أن إحدى الساحرات أصابته بسحرها وكان يتقيأ باستمرار. لم يتمكن أي طبيب من مساعدته، ولكنني ساعدته رغم أن السحر أوصله إلى حافة الموت. ينظر إلى السحر في رومانيا بشكل جدي جدا،
الموظفون الحكوميون ومن ضمنهم العاملون في إدارة الرئيس يرتدون أيام الخميس اللون البنفسجي القادر حسب رأيهم على حمايتهم من الأرواح الشريرة، إذ تحتاج هذه القوى للفهم والتقدير وهي موجودة حسب اعتقادهم، ولا يجوز الاستهزاء بالساحرات ويجب الابتعاد عن المشاكل. في رومانيا لا أريد القول إن الرومانيين قوم سذج واثقون حقا بالساحرات، ولكن رغم ذلك لم أتمكن أثناء لقاءاتي بالساحرات من أن أشيح بوجهي عن إحداهن وأقول ابعدي عني أيتها الدجالة، لأنهن يتمتعن بقوة ما ولا أرغب في استثارة غضبهن والتعامل مع أشخاص على شاكلتهن. رغم أن براتساريا بوزي تعتبر الساحرة السوداء الأولى في البلاد، إلا أن سلطتها تغطي شمال العاصمة الرومانية فقط، ففي غربها هناك قبيلة سحرة على رأسها ساحرة شابة اسمها فانيسا بارادايس. أنتمي إلى القبيلة الغربية، بماذا نختلف عن البقية؟ نحن أكثر تحضراً ونستعمل الإنترنت ونعرف ما هو الكمبيوتر، ولذلك لدينا قدرات أكثر ونتمتع بقوة أكبر. أفراد هاتين القبيلتين في عداء مستمر منذ سنوات طويلة، يستميلون زبائن بعضهم البعض ويشهرون بزملائهم ويتعالون عليهم، فكل الوسائل مشروعة، فعليهم مثل أي عائلة عادية إعالة أسرهم الكبيرة. المنافسة حادة بين الأجيال الجديدة والقديمة للمشعوذين، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل قد تحدث خلافات شديدة داخل أسرة واحدة وبين الأقارب وحتى بين الأم وابنتها. تحتاج براتساريا في طقوسها إلى الحديث المباشر مع زبائنها على الطريقة القديمة، أما فانيسا فتكفيها الشبكة العنكبوتية لترى العالم على شاشتها، تحضر التعاويذ على الصور في شبكات التواصل وتجري الطقوس بقراءة التعويذ عبر سكايب. السحر المعاصر هو أن يكون الزبون في مكان ما بعيد ولا عليه سوى انتظار نتائج السحر. تسمي فانيسا نفسها بساحرة النجوم، إذ يلجأ إليها في أغلب الأوقات نجوم الفن والرياضيون والساسة. من بين زبائني العديد من الشخصيات المعتبرة، ولكن أغلبهم يرجون عدم الكشف عن أسمائهم، ولكن بإمكاني مثلاً ذكر المغنية باتريسيا كاس، وها هو نص المراسلات بيني وبين لاعب الكرة الروماني أندريان موتو. من الصعب التحقق من كل ما ذكر، ولكن فانيسا ليست بالمرأة الفقيرة بلا شك، فهي بحاجة إلى المال كأي إنسان عادي، إذ أن القضايا التي تواجهها مثلها مثل غيرها، الحب وحسد الزملاء والأمراض. التعليم الدراسي الذي حصلت عليه الساحرة الشابة لا يتعدى 3 سنوات ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك، القراءة والكتابة والتحدث بالإنجليزية. ما زال أطفال فانيسا يرتدون المدرسة، إذ قررت الساحرة أن بناتها سيصبحن أولى فتيات الساحرات ممن يحصلن على شهادات التعليم المتوسط، لكن مستقبلهم مهما كان فقد تقرر ولا منص من ذلك. لم نقطع أبداً علاقتنا بالماضي ومع أجيال السحرة والعرافات، لقد كان لجميع جداتنا علاقة بالسحر، فبنتاي على سبيل المثال سيصبحن ساحرات لأنني أعلمهن الآن ذلك، ولم تنقطع لدينا في رومانيا هذه العلاقة منذ عهود طويلة. في الوقت الذي تتناول فيه إحدى بناتها طعام الغداء بعد مجيئها من المدرسة، تجلس الساحرة في المطبخ وتتفقد حسابها في شبكات التواصل. ربما يحتاج أحد الزبائن لمساعدة عاجلة من الساحرة. لا تصبح قوة إزالة السحر وقوة السحر أضعف في العالم المعاصر. أتواصل مع الناس طبعاً من خلال الفيسبوك وسكايب، ولكن مهما يكن علي أن أمسك بيدي الصورة حقيقية للزبون، هذا يعني على أي حال بأن الشخص يجلس جانبي. تضايقت الحكومة الرومانية عام 2011 من حقيقة ازدياد عدد السحرة بشكل كبير في البلاد،
قيمة جلساتهم تبدأ من 20 دولاراً وإلى مبالغ لا حدود لها، إلا أن الأسعار لا تردع الأشخاص المؤمنين بالخرافات. لا يقل عدد من يزور فانيسا وبراتساريا في اليوم الواحد عن شخصين أو ثلاثة. وقد قررت السلطات أنه آن الأوان لجعل مصدر الرزق هذا قانونياً، واقترحت على الساحرات دفع ضريبة بنسبة 16% من الدخل، بالإضافة إلى تحويل قسم من المال إلى صندوق التقاعد وصندوق التأمينات الصحية. وكانت القبيلة الغربية هي الوحيدة التي وافقت على هذا القرار. أنا شخصياً مع جعل نشاطنا قانونياً، لأن هذا يعني اعتراف الدولة بقوتنا. إلا أن غضب ساحرات القبيلة الشمالية جاء بمنتهى الحدة، ولقد رفضوا دفع الضرائب لقاء قوتهم التي لم يتمكن أحد بعد من تفسير طبيعتها. وقد قررت الساحرات على رأسهن براتساريا الثأر من الحكومة، ونفذن ذلك على طريقتهن. قبل 3 سنوات نظمت مجموعة من 13 ساحرة بالطريقة التي ترونها أمامكم اجتماعاً احتفالياً ليلياً للساحرات على شاطئ النهر، وقاموا بتحضير حساء سحري لمجلس الوزراء وهم يرقصون حول النار. ومن ثم سكبوا الخلطة القاتلة المركبة من نبات بيض الجن السام وفضلات القطط وبقايا كلب نافق في النهر. بعد ذلك لم يتحمل أي نائب مسؤولية مساندة ذلك القرار، فالجميع في رومانيا يعرفون أني الساحرة خيرة والأفضل عدم الإساءة إلي، فمن سيتجرأ على فعل ذلك سيندم. براتساريا لا تدفع الضرائب، لقد انتصرت هذه المرة، ولكن قبل 40 عاما كان القانون ضدها، وربما لذلك أصبحت براتساريا بوزي معروفة في المنطقة كلها، إذ كانت أول ساحرة حكم عليها بالسجن لمدة 10 أشهر في عهد الاشتراكية بسبب تطفلها الاجتماعي أي البطالة. غير أن براتساريا تؤكد بأنها سجنت ليس بسبب البطالة، وإنما لتنجيمها بالورق، وجاء الحكم عليها لأن سحرها كان موفقاً. لقد طلبت زوجة أحد الضباط المرموقين بالجيش في عام 1977 في عهد الرئيس الروماني تشاوتشيسكو من براتساريا إعادة زوجها الخائن إليها، فقامت الساحرة بتحضير رقية قوية من 9 أقفال. أخذت زوجة ذلك الضابط الأقفال 9 مع خيطاناً وعقداً ووضعتها في حقيبتها، وذهبت ليلاً إلى المقبرة ودفنت تلك الأقفال بجانب قبر شخص يحمل نفس اسم زوجها. وبعد 9 أيام ذهب هذا الضابط إلى عشيقته، ولكنه لم يتمكن من الاستمتاع كالمرات السابقة. تولدت الشكوك لدى الرجل فيما إذا كانت زوجته قد لجأت إلى الساحرات، إلا أن زوجته لم تفشي بالسر، فقام الضابط عندئذ بمراقبة زوجته. لقد داهمني أنا وزوجته لحظة القيام بالطقس، كنت أحمل حينها صورة ذاك الضابط بيدي، وتم إلقاء القبض علي وحكم علي بالحبس مدة 10 أشهر، قضيت منها في السجن 6 أشهر فقط. استمرت براتساريا بإزالة السحر وطرد الأرواح الشريرة في السجن أيضاً، ولم ترعبها تلك العقوبة، بل بالعكس جعلتها مشهورة. ليس فقط في رومانيا يعرفني الناس، بل في أوروبا بأسرها، وأستطيع القول إن العالم كله يعرفني لأنني أقوى ساحرة في الكون. بعد خروجها من السجن علمت براتساريا أن الضابط وزوجته لم يتطلقا ويعيشان بسعادة تامة. زاد هذا من ثقة الساحرة بنفسها وبأنها تمارس عملاً صحيحاً. بالإضافة إلى ذلك، فقد رأت الساحرة مستقبلها حيث يعترفون بها ويأخذون رأيها بالاعتبار، حتى أن السلطات سوف تخشاها. في القرون الوسطى كانت براتساريا ستعاقب بشدة، لم تعرف الساحرات الشفقة حينها، وكان حرقهم بالنار موتاً رحيماً لهم.
احتفظ في قلعة دراكولا بمعروضات لمختلف أدوات التعذيب الطويل والمؤلم. إذا كان هناك شك في أن أرواح شريرة قد سكنت في جسدك فإنك ستتعرض لأقصى العقوبات. كان بإمكانهم مثلا ربط المرأة المتهمة بأنها ساحرة على هذه المنصة بالأصفاد والبدء في تعذيبها. كان بإمكانهم سلخ جلدها وهي حية أو فقع عينيها أو صب الرصاص المسحور في حلقها. كان بإمكانهم أيضا اتباع أشكال من التعذيب كالخازوق مثلا وتقطيعها إلى نصفين أو إلى أربعة أجزاء حتى تعترف المرأة المسكينة بعلاقاتها بالأرواح الشريرة وأنها ساحرة حقيقية. لقد أوقدت زعيمة القبيلة الغربية النار في باحة دارها. ابتهالها اليوم عن الحب من أجل أن تتزوج زبونتها العازبة في نهاية المطاف، وتستخدم فانيسا العسل مع إضافة حليب الأم وحليب ابنتها. لا يحدث هذا الأمر دائما، كأن تلد الأم وابنتها أطفالا في الوقت ذاته. وتضاف أيضا أوراق الورد الجوري الحمراء، وخلال التعويذة تنطق الساحرة بشفتيها، فهذا الطقس عن الحب الأسمى. يحل الصحفي الروماني ماريان دياكانو ضيفا على الساحرات صباحا، فيزور في البداية الشمال ويعرج على براتساريا، ومن ثم يستقصي الأخبار في الغرب عند فانيسا. لا يسأل عن مستقبله. النسوة بقدراتهن الخارقة مادة رئيسية لمقالاته. خطرت له قبل عدة أعوام فكرة تعدادهن وجمعهن في موقع إلكتروني واحد، وقد تبين أن عدد الساحرات في البلاد يبلغ 500,000، وتظهر كل يوم ساحرات جديدات كالنبات الشيطاني. أنشئ هذا الموقع منذ 3 سنوات. تظهر في الشهر 40 ساحرة تقريبا، وهنا صفحة مستقلة تضم قائمة بأسمائهن. كان لنقابة الساحرات في رومانيا قبل عدة سنوات برنامجها التلفزيوني الخاص بها على القناة المحلية، ونال شعبية واسعة. كانت البلاد كلها تزيل السحر عن نفسها من خلال شاشة التلفزيون، إلا أن العروض السحرية لم تتلائم مع خطط الحكومة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فتم إغلاق البرنامج. السحر الأسود خطر جداً، وقد تضر الساحرة والعرافة بنفسها بسبب قلة معرفتهن، أو حين ينسون كلمة من التمائم أو إضافة عشب بالخطأ إلى الخلطة السحرية. إلا أن الأمر الأكبر الذي يخشونه هو محكمة السحر العليا، أي قانون ارتداد الضرر بثلاثة أضعاف. كل ما تفعله الساحرات قد يرتد إليهن بثلاثة أضعاف، وقد يصيب أولادهن وحتى أحفادهن، ولذلك فهم لا يتجاوزن حدودهن في السحر ولا يحضرن سحرا يؤدي إلى الموت أو إلى أمراض مستعصية. توجد هنا في رومانيا ساحرة واسمها تشيرسشيكا، وصدف أن وجهت هذه الساحرة تعويذتها لشخص ما أوصلته إلى حافة الانتحار، وسرعان ما حدث نفس الأمر لإحدى بنات أختها، وقد أصيبت الساحرة بخوف شديد، ومنذ ذلك الوقت كفت عن ممارسة السحر الأسود. وضعت براتساريا قدرها على الموقد وبدأت بغلي خلطتها، وأضافت اللبان وعشبها الرئيسي الذي تسميه الزهرة الساحرة. ستنهي آن اليوم الجلسة 3rd and last. طلبت هذه الفتاة وهي ترتجف من الخوف المساعدة من الساحرة التي لم ترفض طلبها. لقد عجز الطب عن مد يد العون لها، وكان السحر أملها الأخير. جاءت إلي إلى هنا وقالت إنها لا تملك قرشاً واحداً وإنها فقيرة، ولكني وافقت على استقبالها لأنني أشفقت عليها ورغبت في عمل الخير. أحست الساحرة أن لعنة ما أصابت أنا.
أفراد أسرتها في تناحر فيما بينهم لأنهم غير قادرين على اقتسام منزل ورثوه، وبسبب ذلك صبوا لعنتهم عليها. ينهشها الخوف من الداخل وهي تموت ببطء. ما أصابها هو سحر، ولذلك لم يتمكن الأطباء من معالجتها. حقاً تسلل شبح الموت واستقر فيها، والخوف هو نتيجة لكل ذلك. تقرأ الساحرة تعاويذها على آنا مكررة الكلمات ذاتها 3 مرات باللغة الغجرية، وفي كل مرة تصهر قطعة من القصدير في الموقد، ومن ثم تصب الساحرة فجأة فوق رأس الفتاة المعدن في الماء. بعد أن يبرد القصدير يجب أن يشير في ماء إذا كان الخوف قد غادر آنا، ففي المرة الأولى يبرد وفيه ثقب غير كبير، ولا تنجح التعويذة إلا في المرة الثالثة. هذا هو الدواء. لا وجود للثقب حقا. لقد سدت الثقب. لقد نجحنا وأشرق وجهك. فلتطرد كافة اللعنات والسحر وكل الشياطين والأرواح الشريرة والعفاريت، فلتغادر إلى وادي النهر وأن تحشر في الأحجار والصخور وتختفي في الجبال. للتخلص من الخوف نهائياً ينبغي أن ينتقل هذا الخوف إلى أحد ما، ولهذا الغرض تربي الساحرة في باحة دارها الدجاجات. تبدو الدجاجات مذعورة بالفعل أثناء الطقس، وبعد الطقس ستذبحهم براتساريا بلا شك. تقدم بذلك الساحرة ضحية لإنقاذ روح الفتاة. تبدو الطقوس لإزالة اللعنات لدى فانيسا أقرب إلى الطقوس البيتية، ويخيل إليك حقيقة أن الكلمات التي تلفظها فانيسا شبيهة بالكلمات التي همست بها براتساريا. دين سوارتا ميا دين دراغوستا ميا جي بي ميني بغات سسدوك بي كاب دي فينوفات. وتحدث أثناء الطقس أمور ما لا تفسر مطلقاً. راجل رو دين مينيزين din mâinile mele, închină-te, zi, iartă-mă, Doamne, zi, cu toată inima de zi și cu toată credința. A trosnit sau n-a trosnit? Răspunde. Zi, a trosnit cheia magică, zi? لم نفهم كيف فعلت الساحرة هذا وكيف يمكن تفسير هذه الحيلة أو الخدعة، إلا أن المفتاح الذي ترميه في الإناء يرتد مرتفعاً. كل هذا يشير إلى أن الزبونة تعرضت للسحر. لا يمكن فهم كيف جرى ذلك، ورغم هذا استطاعت كاميرتنا تصوير المفتاح. تعتبر فانيسا نفسها من أحفاد الكونت دراكولا العظيم، وتقول إن جميع الساحرات من أقربائه ولذلك يتمتعن بهذه القدرات. نحن أي كل من يزاول مهنة السحر وكل من يستحضر الأرواح من أحفاد دراكولا، قد ترفضون تصديق ذلك، لكننا سنبقى مهما كان من ورثة الكونت دراكولا. يخيل إلينا أن كل هذا جزء من استراتيجية تسويقية للساحرات إن صح التعبير. مكان العبادة الرئيسي للساحرات في رومانيا هو قبر فلاد سيبيش دراكولا، يقع على بعد 30 كيلومتراً عن بوخارست. هناك في ذلك المكان خلف الضباب على جزيرة سناكوف. كاهن الدير وهو ذاته راعيه وهو الراهب. وصلنا مع السياح إلى الجزيرة وقد بني هذا الجسر للوصول إليها، وما زال على الجزيرة كاهن واحد يعتبر حاميا فريدا من نوعه لقبر دراكولا.
لا يؤمن راعي الكنيسة بمصاصي الدماء والساحرات، يعيش ليحمي قبر دراكولا، ولكن ليس ذاك بطل رواية بريم ستوكر، وإنما الشخصية التاريخية للقائد الروماني فلاد سيبيش الذي سمي بالدموي لاستخدامه الخازوق لعقاب النبلاء. برأي الكهنة المحليين، دراكولا ليس بمصاص دماء، وإنما قبل كل شيء مدافع عن وطنه الأم، وقد تمكن من الدفاع عن رومانيا أثناء غزوات الأتراك المسلمين. لقد فتح علماء الآثار القبر، ولكنهم لم يجدوا شيئاً في هذا التجويف سوى بعض عظام الخيل في الطبقات السفلية، أي أن دراكولا لم يوارى الثرى هنا، أو ربما لم يمت أبداً. إذا لم يمت فهل يعني هذا أنه حي؟ ليس مهماً، المهم هنا لماذا يأتي السياح إلى رومانيا؟ إنهم يأتون من أجل زيارة قلعة الكونت دراكولا والتعرف إلى ساحرة غجرية حقيقية، لهذا الدليل قسطنطين بيلن يأخذ كل شيء معه. لدي هنا مختلف الأدوات المضادة لمصاصي الدماء. الثوم كما تعلمون لا يتحملون رائحته. لدي أدوات مختلفة، انظروا، لدي وتد من الحور، سأحدثكم كيف يستخدم في وقت لاحق. حتى من دون مطرقة بإمكاني غرزه في مصاص الدماء، وأيضا لدي أشياء أخرى. ففي الأسبوع الماضي حدث معي أمر ما زال متسخا بالدماء. لو رغبنا في الحديث عن الكونت فلاد سيبيش دراكولا كشخصية تاريخية فلن يصدق السياح ذلك. أحاول بشكل ما أن أروي للسائح تاريخ دراكولا الأمير والبطل القومي، وقد أغش السائح قليلا، وذلك كي أغريه بشكل ما لجذبه إلى قلعة قريبي البعيد العم دراكولا. ولهذا لا ينفي أحد في البلاد خرافة مصاصي الدماء، ففي القرى يؤمنون كسابق عهدهم بالقوة الخفية ويحمون ديارهم من الأرواح الشريرة. حدثني كبار في السن عن الساحرات التي حضرن وهن يحلبن بقراتهن، نقلوا بهذه الطريقة غزارة حلبها من بقرات الفلاحين إلى بقراتهن، وكانت هناك حالات طرد فيها الفلاحون ساحرة ركضت وأسقطت الشاش الذي كانت تصفي من خلاله الحليب، فغرز الفلاحون بلطة في الشاش وظهرت آثار الدم، ذلك يعني أنها فعلا كانت ساحرة. عدة خطوط دفاعية تكفي كي لا يحل السحرة ومصاص الدماء ضيوفا. أولها يبدأ عند السور، تخاف كل الأرواح الشريرة من الشمس، لذلك يحفرون بالعادة سور الشمس والديك أو الحصان الذي يجر خلفه عربة تحمل قرص الشمس على البوابة. تحمي المنزل من الساحرات ثلاثة حواجز تخاف الأرواح الشريرة من الضفائر المجدولة هذه التي تحيط بالبيت، ويستمر عنصر التطفير على الأبواب أيضا ومدخل البيت. لاحظوا بجانبها ناب ذئب، وأخيرا هذا الصليب الرمز المسيحي على المدخل. تحدث عجائز القرية عن أن النساء الساحرات لم يتمكن فعلا من الدخول إلى مثل هذه الباحة المحصنة، وأن شيئا ما لم يدعهم يدخلن البيت ناهيك عن الولوج إليه، كانت تسوء حالتهن وتفارقهن قواهن. كانوا يحمون الحظائر باستخدام أداة زراعية بأسنان شوكية، عليها حسب الاعتقاد السائد أن تطرد الأرواح الشريرة بطريقة أفضل من الإنسان. ولاحظوا أيضا حول المدخل الرموز ذاتها، وها هو هنا حبل مفتول وناب ذئب، ولا بد كذلك أيضا من شجرة الحياة والصليب الذي يحمي مدخل المقبرة. تعيش ساحرة رومانيا الأولى في شمال العاصمة في حي شعبي هادئ، منزلها أعلى وأغنى من البقية. لا يخشى الناس المحليون العيش بجوار ساحرة بالسحر الأسود، إذ وعدت بأنها طالما تعيش هنا سيبقى الأمان في المنطقة.
فريكة ده يا سفلة دي سفلة ستراجة سرمي كوراتة شاپراتة شلوميناتة ده فريكة ده سبايمة ده توتي فكتوي لسكاباتة دوامني أجوتا لك سفي ستبلغ براساريا بوزي 70 من عمرها قريبا أولاد بناتها وأحفادها الساحرات الصغيرات يتحدثن بالإنجليزية جيدا بعكس براساريا مما يتيح لهن فرصة العمل مع الأجانب سبقن معلمتهن لكن ما أن تبدأ الساحرة العجوز بالتحدث تصمت الشابات باحترام إذ أن أقرباءها أيضا يخشون سحرها تطلب براتساريا في نهاية الجلسة من آن عدم نزع الصليب ففي المساء يجب أن تتحسن حالة الفتاة وفي الصباح يجب أن يفارقها الخوف نهائيا وإن عاد الخوف من جديد ستكرر الساحرة مساعدتها بلا شك وستقرأ حينئذ أقوى التعويذات وستذبح بعد ذلك أمام مرأة آن حمامة وعليها أكل قلب تلك الحمامة هذا الطقس ضروري لكي لا يضطرب قلبها أبدا وقد هيأت براتساريا حماية لأن ضد الأقارب الحسودين إن احتاج الأمر لن أتعامل مع هؤلاء الناس الذين تمنوا الشر لهذه الفتاة وصبوا لعنتهم عليها لأنني أعرف أنهم أقرباؤها نعم أقرباؤها لا أتمنى الشر لأحد ولذلك أرسل اللعنات إلى النهر والحجر أنا أطردها فحسب قلاع موحشة وشوارع مظلمة وقرى غامضة كأن أجواء القرون الوسطى لم تفارق رومانيا ما زالت الساحرات يمارسن سحرهن كالسابق ويحضرن خلائطهن من الضفادع وبيض الجن ما يميزهن اليوم هو أنهن يصلن إلى مجمع السحرة على سيارات الدفع الرباعي يمكننا السخرية من طقوسهن السحرية وإيمانهن بالقوة الخارقة ولكن لا ينصح بفعل ذلك علنا في رومانيا الساحرات لا يغفرن ذلك